هنسيب اخبار النادي الاهلي وننتقل للحديث عن اخبار نادي الزمالك. في البدايه تابعنا امبارح خبر عن امير مرتضى منصور المشرف العام على الكره في نادي الزمالك، ان امير مرتضى تقدم باستقالته وابلغ الجميع ان هو مش هيكمل في منصبه كمشرف عام، وان هو اكتفى بالفتره اللي قضاها مع الفريق، وان هو تحمل ضغوط كبيره جدا خلال الفتره الماضيه سواء في حل مشاكل نادي الزمالك او التعاقدات او امور كتيره جدا. الحقيقه امير هو حلقه الوصل ما بين مجلس اداره نادي الزمالك وقربه من اللاعبين، سواء يعني ان هم شباب صغيره مع بعض او في المرحله العمريه الواحده، وامير الحقيقه بيتعامل معاهم كاخ او بطريقه احترافيه، كان ناجح بشكل كبير جدا مع نادي الزمالك في الفتره الماضيه. هو ابلغ اللعيبه ومجلس الاداره بقرار رحيله، هنشوف هل بالفعل المستشار مرتضى منصور هيقبل ولا هيكون في تكليف لامير مرتضى منصور في الفتره القادمه ان هو يكمل في منصبه. الحقيقه المستشار مرتضى منصور يعني بيحاول ان هو يخلص امور كتيره جدا مع نادي الزمالك اهمها